السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم قناة فتوش للطبخ. اليوم راح نسوي سلطة بطاطا مشوية، بس شنو كلش طيبة. خلونا نبلش في المقادير. راح نسوي هاي السلطة على مراحل، مرحلة مرحلة. اول مرحلة عندي هي البوتيتا. اول شي عندي راح اقشرها وبعدين راح اقطعها وراح نشوف بعدين شو اسوي بيها حتى ننتقل للمراحل اللي بعدها. طبعا يعني انصحكم انه تسووها لانه السلطة رهيبة وما ينشبع من عندها، راح تظلون تاكلوها الاخر يعني قطرة بالماعون مثل ما يقول، كلش طيبة. بعد ما قشرت البوتيتا وخلصتها هسه راح ابدي اقطعها بهالشكل مكعبات. بعد ما قطعتها حطها بالكاسة واضيف عليها بابريكا مدخنة، مو شرط مدخنة عادي، حتى لو عندكم بابريكا اعتيادية هماتين تشتغل، بس اني بما انه عندي المدخنة فاستخدم مدخنة لان احب الطعم مالتها والريحة. وهسه راح اضيف ملح، لا تضيفون هواية ملح حتى لا تصير مالحة. انا شوي نظفت ملح، وهنا عندي بهارات الكيجن. اذا ما متوفر عندكم بهارات الكيجن بالبلد اللي انتم عايشين بيه فهي عبارة عن بابريكا وثوم مطحون، بصل مطحون، اوريجانو، وزعتر مجفف، فلفل ابيض، وفلفل احمر، حار، بودرة، يعني اذا يعجبكم. هسه راح اضيف بهاراتي الايطالية، راح اخلطها كل الزين بحيث البهارات كلها تمتزج ويا البوتيتا. وراح اضيف هسه شويونة زيت زيتون، مو هواية، لا تكثرون لانه بعدين هماتي راح نضيف بعد زيت زيتون مرحلة الأخة. بعد ما خلطتها كل زين هسه راح اضيفها بالتبسيماتي، واما تدخلوها الفرن او القلاية الهوائية حسب ما يعجبكم. هسه بعد ما دخلتها القلاية الهوائية شوية ناخذ استراحة واشرب المشروب مالتي اللي يساعد على الحرق. اذا تردون كتبوا لي بالتعليقات واني اشاركه وياكم ان شاء الله. هسه بعد ما طلعت البوتيتا مالتي من القلاية الهوائية وانشوت راح نبدي بالمرحلة الثانية. عندي هنا جرجير وسبيناغ، اي مختارتهن اللي هي اثنيناتهن الصغار كلش ناعمات، تجي هي اصلا يعني مخلوطات جاهزة بعلبة. راح اضيف عليهن البوتيتا المشوية مالتي، وهنا عندي شوية طماطة وليمون، ما هواية ما كثرت، بس على مود شوية الالوان، كسر الالوان، تكون عندي الوان مختلفة. وتعرفون احنا دائما نقول العين تاكل قبل الحلق، فمهم انه تكون السلطة بها شوية الوان مختلفة حلوة وتعطي منظر حلو للسلطة. هسه المرحلة الأخيرة راح أبدي أسوي الصلصة اللي راح أضيفها على السلطة. عندي هنا خاشوقة كبيرة من العسل وعصير نص ليمونة، راح أشيل النوى مال الليمون لأنه وقع هناية، وبعدين راح أضيف نص خاشوقة كبيرة من زيت الزيتون ونص خاشوقة كبيرة من دبس الرمان، وآخر شي راح أضيف السماق. بعد ما جهز الصلصة عندي هسه نوزعها على السلطة. سلطتي صارت جاهزة،
كلش كلش طيبة، أتمنى تجربوها، وأتمنى وصفة اليوم تكون عجبتكم. وهسه نقدمها ويا الدجاج اللي يعني أصلا سويته وياكم ونزلته، راح أترك لكم الرابط بصندوق الوصف. لا تنسون لايك واشتراك بالقناة. شكرا لمتابعتكم.